السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في المدينة العجيبة سيتي سكاي لاين اليوم عندي مشروع قبل لا اكمل المدينة لان شوفوا الهدف من هاي اللي حطيه اكثر اكثر هن اي هني على المومنتس والشغلات النصب التذكارية يسمونها ابى ابني السبيس الفيتر اول واحد اخر شيء قال لي ابني الجراند مول حلو الحين بزين الجراند مول انكم ماشيين في الخطة معي واحد بواحد اوكي بزين الجراند مول شوي وبعدين ببدا احطي الصناعيه الجديده ولا خطه الصناعيه اللي راح تجي الحين الصناعيه هاي مفروض تكون مركزيه اللي راح نسويها وفيها مجموعه صناعات لان ما دخلنا نحن وايد في الصناعات في هالسلسله الحين ما دخلنا اصلا فاللي بي... ابغى اسوي اني ادخل في الصناعات وابدا لحظة شوي ما ابغى هذا بس يكفي كفي يكفي يكفي ابغى الناس تمشي للمول بما فيها الكفاية بسوي ثيم شوي ما نقدر نقول عربي بس نوعا ما حديقة 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 هني ما يمدينا نحط حديقة طبعا وبنسوي شير هني عندهم ممرات عندهم كل شيء وبحط شجر هني مال على التزيين مال على الطاير تقريبا نصغر فرشان مالنا وبنحط شجر اللي هو ثيم الحدايق مالنا الشجر الوردي اللي موجود تقريبا عند كل الحدايق بالطريقة هاي كستوي عندنا نوعا ما مول واستوى عندنا استقطاب سياحي شوي للمدينة طبعا انا راضي الحين المدينة كيف القطار يمر في الوسط الى اخره سياحيا المدينة زينة بس سويت آه وحدة من الشغلات الغلط اللي بعدلها هي هاي عرفتوا؟ أزيد الشوارع وال بالاحرى هذا اربعه صح؟ هذا شوي عليه زحمه فابى اسوي ست شوارع شير اوكي بالطريقه هاي شوي بخفف زحمه الشارع اللي موجود انا ما سويت تقريبا شيء وانتم ما حد الا معاد التخطيط هذا بعدله لازم اشيل القطار وعدله فمش مشكله الحين لانه نحاول ما نكسر كل شيء ونحن سايرين لان لازم ما اسوي لأنه لو سويته بنسى عد القطار ولا اخره الى اخره الى اخره فبسوي هذا على الطاير وننتقل للصناعيه زين هذا الجزئيه اللي فعلا عليها زحمه هذا شوي مفروض يخفف في الزحمه يمكن تي زحمه عند الجزئيه اللي بس ما طورناها في النص اوكي لا حتى هاي ما فيها زحمه حاليا اوكي مو مشكله هاي بعد بغير قطار بعدلها ما عندي مشكله او لحظه ممكن بس اشيل النقطة هاي من مكانها زي ما اذا يستوي له طورة ايوه بس خلاص اوكي ما يباله شغل وايد فاستوى فاست ها بيخفف شوية الزحمة المفروض لان شارعنا الرئيسي هذا عرفتوا فيمكن حتى النقطة هذه الغيها واغير اللفات قدام شوية لان عندنا مكان وحطي نقطة دفع بس مش الحين الحين نبا نغير هالمكان هذا هالمكان عشان نغير يباله شويتين شغل ويباله صناعية فأول شيء بسويه بشل هذا من الوي الهاي وي أوكي بشل هذا من هني وعساس ان المكان يكون منظم نفس باقي الاماكن واقدر اتعامل مع الموضوع باحترافية اكثر اللي بسويه بشل هذا كامل اوكي بس ما بيتغير كثير شوي يمكن اجيب واحد من هذيل اسوي له كوبي بيست بس تجربه الكوبي بيست مالي بيض زين فخلوني احط دوار ضخم اوكي دوار مش هني لا الدوار لازم يكون هني الناس تطلع وتدخل هذا الشارع اوكي حلو دوار هني هذا بتكون نقطه الدخول مالنا تقريبا او لحظه نقدر نستعمل شيء جاهز حق هذا المشروع اللي هو هذا نقدر نستعمل شيء جاهز ما ما احس انه بيكون المشكلة كبيره بيكون احسن اذا كان تقريبا بالمكان هذا لان الشارع العام ابى مكانه زين واللي ابى اسوي بدخل <applause> شارع هاي ويا شارع هاي هني حق الناس واللي أبغى اسويه هني أبغى ارفع مستوى الشارع هذا شوي على اساس اقدر اسوي دواوير وشوي اشياء نفس اللي قبله يعني بحطيه هني 12 اوكي نظريا كان 12 شغال عدل ويانا دك كنترول نسوي سيده دك كنترول نسوي سيده ونوصله في الاتجاه هذا هني شوي يمكن اكسر شوي شغلات بس ما عليه ما عندي مشكلة اكسرهن بسوي الهاي واي خلنا نشوف ابى بطريقة ان يضرب مع هذا ايوة بالطريقة هاي تقريبا نايس يا شبه مظبوط انزين هني بنبدا اول منطقه صناعيه خاليه من التلوث قدر الامكان يعني وعلى اساس اني اوصل لها الشيء ابا هذا الشارع اللي تشوفونه ون واي اجيبه من هني وادخله وين هني على الشارع هذا تقريبا ايوه بالطريقه هاي اوكي وهذا راح يكون بالطريقة هاي موجود وبنرفع شوي طبعا طبيعي طبيعي بنرفعة بنرتب كل شيء كل شيء هني يترتب كل شيء يترتب يمكن اقضي شوي وقت بعدين بس اساس ترتيب المدينة كاشكال وكهذا خلنا نرفع من هني شوي خلنا نلين الارض ونبدأ اح ونبدأ مشروع ان نطلع الصناعية من مكانها خلنا نرفع البروش شوي بالطريقه هاي مرتب حوله هي مرتب نايس ها هذا انا راضي عنه حاليا زين وبنسوي هذا بنشلهم من هنا اوه انا نسيت موضوع الشارع اخس جبت العيد زين لان بكبر المساحه هني شوي بعد صبر ابا اي بلين هني وعلى امل اني اجيب تقريبا قياسات صحيحة نايس اوكي هذا زين هني كبرنا منطقة لان الصناعية الامتداد مالها راح يكون عن طريق شوفو مسوي انا خطة هني اني امد الصناعيات بالطريقة هاي ففي خطة ثانية للصناعيات نفسها وشارع الصناعية نفسها اللي هني راح يكون شارع صناعية الشارع اللي هنا راح يكون شارع صناعية راح حمد منا اشياء زياده حق المنطقه بجوار النهر تقريبا مش بالطريقه هاي الطريقه هاي مو حلوه ابدا خلوني اشوفه من فوق شوي يكون شكله بالطريقه هاي وعلى الاغلب راح اسوي نوع من انواع المواصلات يمكن افرع القطار من هني بعد ولان عندي امتداد قطار مهني هني بنستعمله حق الصناعية اللي هني وراح تخدم منطقة كبيرة انزين خلنا نبدأ بس في صديقنا هذا هذا راح يكون شارع صناعية انزين بالطريقة هاي طبعا هني ما ظن نحتاج شارع صناعية فخلونا نسوي الشارع الرئيسي شارع الزراعة لان مزارع نظيفة وحلو الشجر عند المزارع يعني اشوف جميل الشجر مع المزارع شيء جميل زين مش شيء خايس فخلنا نحط الشارع دخول الشارع خروج. الشارع يعني شارع خروج الشارعين شارعين مفروض المفروض يكفون حق المكان ونسوي مكان متخصص في شو في زراعة يعني انا بسوي له بينت هذا بينت اندستري اريا بسكره بالطريقه هذه لين هني كامل حتى المستقبل هذا راح تكون كل منتجات الزراعة عنا للمدينة طالعة من هني بكل بساطة طبعا كيف يروحون المطار عندهم شارع هني ما عندكم مشكلة يمكن نسوي جسر في النص فوق الحديقة بس ما اظني شيء مستبعد جدا وبنسوي شارعين لكل هذا بيكون مش كلاسيكي لا هذا بيكون ابقى اعرف وين الاداره مالي بتكون يعني مثلا الإدارة بتكون هني بالطريقه هاي وراح يكون عندنا التفرع الثاني بالطريقه هاي لان اهل المزارع لازم تكون مربعات صح تذكرت لأن لازم اقايس عليهم زين فبنحطي الحين الشارع هذا اوكي وبنحطي شارع السيدة اللي تحت يروح وبخبركم شو السالفه بس خلونا نحطي المبنى الاداري المبنى الاداري مالنا بيكون مختص بالزراعه اللي هو هذا فارم مين بيلدينج طبعا المكان لازم يكون عود لان هذا وقت اني احتاج امده نفس الجامعه راح يكبر كثير بقول لكم بيكبر بيكبر وايد انزين الماي 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 ان شاء الله تبون ماي بنحط الماي اللي هنا بالطريقه هاي وماي بالطريقه هاي والماي اخبار ابيض انزين قبل لا ابدا احني بحط مزرعتين يعني مش قبل لا ابدا بحط مزرعتين وببدا اطلع الشغلات الصناعيه من وين من الصناعيه نفسها يعني الحين على اساس هذا نقدر نمد من تحت هي نقدر نقدر نسوي حركات زين خلاص الحين بحطي في الزراعه نفسها زين خلوني شوفوا الكروب فيلد مش السمول الميديوم عندكم جميل واللارج حلو انا هني لان عندي مساحه حلوه بس مش المساحه اللي تتخيلونها هني ممكن يكون اللارج فيلد بس تعرفون بحطي الميديوم كروب بالطريقه هذه واحد ابى احتاج سته سته نكم إلى اربع انواع مبدئيا اربعه اربعه فراغ واحد شوفوا الاول جرين هاوس نبا كورن ذره هذا كبدايه بعدين بيتغيره قطن ما ابى جرين هاوس قطاط وبنحط الاخير قمح وبسوي طبعا الحركة السحرية مالنا حركة الممشى في ممشى يناسبهم هني أكثر من هذا هذا أوكي خلنا نشوف خلنا نشوف ممشى هني مش عندنا ناس تشتغل الناس تبغى تمشي صح ما يلزق بالضبط مو مشكلة بسوي بسوي حركات غشة شوي اقولكم ما بعور راسي خلني امده شوي زيادة نشل هذا نحطيه مثلا هني ونشل هذا نحطيه هني مؤقتا هذا بنوديه حبة يمين وهذا بودي حبة يسار بنهد ثلاث فراغات بين كل مزرعة وهني ثلاث حبات زين ألف وستمية كل واحد قاعد يكلفني مش رخيص بس خلوه مرتب وهني ثلاث حبات أوكي بما معناه أنا أقدر أحط الحين ممشى نفس ما بينهم كلهم بالطريقة هاي ولا حد لها علي اوكي بحط ممشى هني في الوسط تقريبا وبنحط ممشى هني وممشى هني تقريبا في الوسط زين وبسوي درجة ميلان لين هني خلنا نعدل المماشي شوي يلا المماشي هاي يا. مزارع المفروض تكون فيها ممشى شجر مزرعة وما فيك ممشى ما فيك فايدة بالطريقة هاي اوكي استوى عنا ما ماشي شو بيحتاجونهم مبدئيا مبدئيا اظن بيحتاجون سكن اذا عندهم سكنات بعد اوكي لان في بعضهم فيهم سكنات انزين بنا سايلو اي صح نبى لفه هني متخصص اللفه في التخزين يعني المنتجات التي وين بتي المنتجات هاي بتصب في دوار هذا الدوار راح يشل المنتجات كلها يعني هذا دوار اوكي لان وايد مشاكل التخزين في الصناعيه ولا هل نوع من الصناعيه وايد كبير بنشل هذا الطريق زين وبنكبر الدوار الى اربع شوارع شير كله شير ثيم الزراعه شير بس ما عندنا اتجاه واحد اه. زين سته ستة وايد مشكلة وايد كبير بس عادي اظني المفروض يكون عادي انزين ونشل الشارع هذا بالطريقة هاي لا مش بالطريقة هاي اذا بيخترب ما بيشلك خرب لي الدوار كامل بنشل هذا من مكانه وبنحطه دوار شوية فوق انزين وبنشل هذا من مكانه وبنرجع هذا وين اهني اوكي ومخرج اتجاه واحد لمنو لصديقنا اللي هو هذا شوفوا ما بيخرب شكله وهذا بنشله بنخلي هذا الشارع اربعه شجر ابجريد ما بيخربه نايس nice. انزين وهني بيكون عندنا محطة السايلو الاساسية هني اللي هي تشل كل شيء وين اللارج سايلو هاي انزين سايلو وحدة سايلو اثنين سايلو ثلاثة حدنا نبى رابعة ان شاء الله ما تستوي زحمة هنا شوفوا بس يجون يخزنون ويطلعون او يشلون ويروحون كهرباء اوكي ماي نوعا ما اوكي الحين خلينا نبدا نحرك الصناعيه لين هاي المنطقه تبدا تنتعش شوي اللي هي هاي في عندهم انتاج من الحين وبينزل احتياج الصناعيه انزين الحين هني الصناعيه هاي راح تشل مجموعه اشياء مهمه جدا 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 نزين. اولها مراكز القمامه بس شو المشكله الحين لازم أموصلها في أكثر من مدخل في المدينه يعني المداخل اللي عليها ما تكفي فبالتالي انا الحين ابى اسوي مدخل مشابه لهذا من هني على اساس شو بالطريقه هاي لا ما ابى ابى اطلع جسر نوعا ما فوق هذيل او حتى اني اكسر هاي ما عندي مشكله او ممكن اطلعهم نفق منهم صدقون واطلع من هني نشوف مستوى النفق وايد تحت ها شارع صناعية اذا بيتم يلزق فوقه بهدم اللي تحت كامل زين نبا شارع صناعية شوي أفضل من هذا أبا من هنا ويطلع من الثاني أوكي أه يمكن يستوي أوكي يمكن ما يستوي أوكي بس التعقيد اللي فيه وايد فوق زين خلنا أبا يطلع من الصوب الثاني أو بطريقه يطلع من الصوب الثاني الطريقة هاي ما يستفيد لان هالشوارع بتخرب اذا السالفة تي بهدم هالشوارع زين مشكلتهم بنطلع وحده من هني بالطريقه هاي من تحت تقريبا مش تحت هاي مش اوكي إنزين ابا او نخلي هاي لنفق نخلي هذه لنفق يعني اذا اطوف هذا مستوى فوق شوية اذا برفع الترين هذا ولا الارضية نقص قوتها الفرشاة هاي وشوي بنقصها من هني وأحط الشارع بطريقة إني أقدر أنزلها صوب الثاني بس ما بيكون سهل المشكلة وين المشكلة في هذا أنا عندي سد هني فما بقى أطلع شو بطريقه شوي صبر اذا وصل سيدي شو راح يسوي الطريقه هاي راح يسوي شيء واللي هي مش اوكي ابدا مو اوكي ابغى اسوي حركه هني اني اطلع الشارع غصب انزين اذا بالطريقه هاي شو بسوي؟ بسوي بالعكس اللي هو بشل هذيل زين وبشل هذا بشل هذا زين وبشل هذا وبنزل الارضيه زين بطريقه افضل يعني آه سوري بنزل الارضيه هني طريقه هاي حلو انتم معي مركزين زين وبيجيب الشارع هذا دايركت هني اوكي طريقة هاي تقريبا هو شبه جسر داخل واللي هو مش اوكي زين ابغى اسوي الطريقة هاي بالطريقة هاي اوكي واجيب الشوارع هذه محتاجينها ان مستمرة تكون الشوارع هاي من فوق الجسر هذا يعني بالطريقة هاي تقريبا شي تكون شبه سيدة ووصلهم في الشوارع الاصلية للمكان خلنا نشل هذا بالطريقة طيب هاي اوكي ونشل هذا الشارع وحاول أرده بحجمه الطبيعي لحظة ليش ما أحاول أنزله من هني غصب زين أنزل الشارع هني طريقة هاي وأجيب الشارع الصغير من هني خلاص ما بيكون أريح وايد أريح زين وهذا بيكون موصول هني مره ثانيه بس بيقول لي تو ستيب وهذا و... راح تفلسف علي فبوصله في هذا الشارع اوكي الحين اي شيء اختفى من المكان لازم ارده شوفوا اي شيء اختفى من المكان لازم ارجعه وهني بيطلع الجسر اللي راح يوقف على اساسه وايد اشياء بالطريقه هاي هذا الجسر اللي كنت في فيه الظهر اختار يمر من تحته ولازم اشل هذا من هنا واحاول انزل هذا الجسر تحت حبة بالطريقة هاي شوف الحين صار عندي مكان وسيع لين وين بنص الصناعية خلينا نمد مي مد ماي هني على اساس اول خدمات تدخل خاصه في خدمات مركزيه كبيره ونحن مش قادرين نستوعبها في الاماكن الصغيره اللي عندنا ابسط شيء حق اسمه الوساخه اللي عند المطار زين بنوصل في دوار الدوار هذا بنسوي له ابجريد ثلاث شوارع لان بيكون مكان شوي مركزي فما منه فايده اني انا اخليه بالطريقه هاي ونكبر هذا هذا بس للدوار بيكون موصل بالطريقه هاي انزين وخلينا نكبر كل الشوارع اللي فيه لشوارع صناعيه بتكون هي التفرع الاساسي وبنيب شارع من هني لين هني شكله جيد ما بلعب في شكله زياده انزين والحين بنبدا نصغر الشوارع اللي موجوده المتفرعه اساسا اللي هي بالطريقه هاي واحد طبعا الناس بتطلع من هني حق النبلاش <مم> انا بداخل المدينة انا قرأت ببلاش بس اللي برا المدينة لا ما في شيء اسمه ببلاش اوكي جوت يو زين خلنا نشل هذا عيل بالضبط هني لازم يكون اجباري فبالتالي لازم نمشي على شوي مزاجة بالطريقة هاي الحين نقدر نشغل على اساس الناس ما ما تقعد تستغل الثغرة اللي موجودة و اقل عنهم ها بلاش روح منا ون... اوكي مع نفسك حبيبي بشل هذا منبع الوساخة اللي في نص المدينة وبنحطيه اول شيء هني في الصناعية مفروض اللي يجمعون خمامة يقدرون يبون حقه باختصار اللي يجمعون خمامة هناك يقدروا يبون حقه المفروض هني شو اخباره في انتاج هني شيء زيرو فل شغالين بس ما عندهم سكن هاي انا هذا اللي احاول اكيد عندهم سكن مينتنس اه وركر باركس اوكي بنحط سكنهم يسوون ازعاج هاي لا خلنا نحط لهم شارع الشير الصغير مش هني في الوسط هني بنحط سكناتهم واحد اثنين واحد اثنين اوكي وبنكمل عقب يوم نحتاجه لان هاي اكيد بيحتاجون عمال وبعض امور زين الحين اللي صار عندنا هنا صناعيه حلو ها صناعيه لازم تشيل مجموعه اشياء شوفي ويست ترانسفير شوفوا ويست ترانسفير ترك مربوطه بكثير شغلات الحين فهذا ممكن بعد اني اوصله بالطريقه هاي هندسه المثلثات الحين وهني نقدر نسوي صناعيه طيبه صناعيه بحجم طيب يعني صناعية حجمها نت انف ماني يا ساتر قام يقصنا فلوس يا جماعة زين هاي بتكون الصناعية بأبقى قطار فيها بعد ثاني لأن هاي الحين مثلا المعادن ما بنحتاجها قريب حقيقة أنا أتكلم يعني ما بنحتاجها وايد قريب بس هذا اللي بيوفرنا وايد تخفيض في الزحمة والتلوث خارج المدينة لان نظريا هذا عند الحين كتره صح نو مور روم سمتري هذا سوري مقبره انا اسف زين وهذا بشله التلوث اللي هنا ترى التلوث هذا لوع كبدي شوي اوكي okay. عندنا هاي العربات شغلها انها تيب لمنو للي هناك موجود مفروض مفروض انها تيب الحين بنشوف فعاليتها عقب شوي انزين الحين انا بحط زون بس اسوي زون اللي هي المناطق الصناعيه الصبر الشارع بكبره غلط لانهم بيذبحون الشارع اصلا صناعية انزين وبنحطي شارع صناعيه الى الداخل بالطريقه هذه وشارع داخلي بالطريقه هذه وشارع داخلي بعد بالطريقه هذه اخص لا ابا سيده انزين نبا سيده انزين واحد اثنين خلنا نسوي تي ثلاثة نوعا ما أربعة هذا ما بوصله بأي شيء أخليه فاضي أحسن أخليه فاضي أحسن زين وهذا بيكون على شاطئ البحر بالطريقة هذه أوكي هاي صناعية وعندنا هذا بيكون هني وعلى أساس أجيبه لهذا الشارع بسوي الطريقة هاي نايس وهذه بالطريقة هاي أساس ما يكون ديزاين واحد ولا تصميم واحد ممل نحط شوي شغلات زيادة إنزين فبحطي الحين الجينيرك ولا الجينيرك معناه الصناعة الأصلية الصناعة اللي ما فيها تخصص اللي هم قم مصفح يصلحون سيارة إنزين فخلنا نسوي زون هنا حق مجموعة منهم أوكي المفروض الوساخه كلها تكون الحين برا على المدينه هني ما تكون هناك وهني طبعا بنحتاج مواصلات او شحن اكثر من اللي هناك ترى بصراحه انا اقول لكم يعني لان مثلا هذا راح يكون في زحمه هني اكيد راح يكون في زحمه شوفوا قاموا يعبون حلو من من هذا نحن بنبدا نفتح مصانع لان الخطه ان هني يكون عندي معادن والخطه هني يكون عندي مثلا بترول معادن معادن هني بترول هني على البحر هني غابات تشجير فما بقى أخلط كل شيء في منو في المدينة نفسها خلاص أبى أعزل يعني حتى هذا كان مسوي البلوشن ولا هذا أبى أشله خلاص لازم يمحي البلوشن من المدينة المفروض ما يكون عندي بلوشن وفوقها هالمكان أقدر أستغله بدل ما كنت بسوي صناعة الحين أقدر أستغله تجاريا يعني عندنا المحلات التجارية صوب البحر وعندها في خدمات وايد في المدينة مثلا هني أقدر أعبي تجاريا بعكس هذاك طبعا الحين عقب شوي شكله بنحط اللي هو الاوبرا هاوس ولا بيت الاوبرا ولا ايش يسمونه سموه انزين الحين في شيء ثاني لازم ننقله اللي هو يبغى له فلوس اكيد السيوج اللي تحت هذا هذا مجاري هنا هالمجاري لازم احوله للصناعية هني لان هني التلوث كله هني فلازم يتحولون من هني يالله يا هاللعبه اللعبة يوم يعني بتعلق تعلق انزين من من إلى لهني ونقدر نحط خدمات ثانية تحت هناك خلاص هني المجاري الثاني في وحدة ثالثة انا تكبيرة كبيرة وين صارت؟ وين صار؟ ايوه هذا هو كم يبغى فلوس حوله؟ 500 اوكي مو السيوج الاخير المجاري الاخير هذا ونحط لهم بوصلات ماي وبالتالي يكون حررنا المدينة ولا مدخل المدينة من كمية تلوث طيبة انزين الحين خلينا نحط مجاري الثانية اللي هي هاي مش هاي بحطي الاكبر اه مم. ما ادري يا شاور هاي مية وعشرين الف هاي ستين الف انا حط المية وعشرين الف مزين. الماي نحن تعلمنا التنكي هذا الحين بحطي واحد عند المطار يسوي ازعاج وايد على فكرة احس بيكون شكله حلو تيف في صوب المطار ما اعرف ليش شوفوا واللعبة شغالة الحين نايس الماء يرتفع السيوج ما ارتفع لانه مش موصول لحظة محتاجكم في الشبكة زين والسيوج ارتفع الحين جاهزين حق صناعية ترانا يعني تقولوا مش جاهزين لا جاهزين بس الصناعية ما قعدت تبني كل مكان انا عندي هاي مشكلة ثانية الحين بدأت تطلع ان الصناعيه ما تبني اي مكان. الحين جنب الصناعيه قبل لا اسكر الحلقه بسوي شيء سريع للغايه براويكم المخطط يعني مش انه بني بخط قطار من هذا الخط لحظه ابغى اجيبه من هني ان شاء الله يستوي هذا ايوه ابغى أوصله في القطار من شوية هنا وأوصل القطار يستوي بالعكس استوى؟ لأ، خلنا شوي نحركه أيوة من تحت، الحين توصل، وهذا من توصل شوفوا بنيب على الضفة الثانية، القطار هلأ لأ ما بيكون على الضفة صبر، القطار هذا بيكون بيمر من فوق. فبيكون تقريبا خلوني افكر اذا يبني القطار هني وايد ازعاج اذا خلينا القطار حاليا هني بعد بيكون ازعج بس بس بيكون جيد يعني لان اذا انا بسوي هني بسوي القطار هني بسوي القطار اكثر مكان مثالي ممكن اسوي فيه خطر لانه بعيد ومفيد اوكي والناس بت... اللي هنا بتستعمله على امل مشكله انا بسوي بعد اقرب من هذيل فليش ما احط الكارغو ترين هني الطريقه هاي ومدة خط ورا لين عندهم خلنا نحط الكارغو ترين نحط ترين هني احسن بيكون افضل وايد اظني بيكون افضل ما اعرف الحين هل هو افضل وايد ولا لا هب. الله اعلم يعني بتشوف خلينا نحط القطار هنا زين بس هذا بالطريقه هاي مكسرة هنا ماي مش قضيه بنحط لك ماي زين هذا معناه هذا استواله قطار اقدر امده جسر في الطريق اللي هني واسوي مستودعاتهم هاي بعيده شويه احط مستودعاتهم هني ودايركت اوصلهم بالقطار لان هاي كلها بتكون منطقه زراعيه صح؟ اذا هاي كامل منطقه زراعيه بتكون شي بس المشكله الحين ان وقت الحلقه خلص للاسف فنشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه على خير وبنكمل فيها بعض المشاريع باذن الله وبغير شوي شغلات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته